يلا حبيبي يلا يلا حبيبي يلا حبيبي ربنا يخليك حبيب قلبي. ايوه اخر صوره والله معلش اخر صوره اخر صوره اخر صوره اهو يلا اهو يلا بينا اهو يلا بينا يلا باشا ماشي. بقول الحمد لله ده يعني بشكر ربنا على ان كلل مجهودنا بالنجاح. كلنا كنا قلقانين جدا لحد ما شفنا بعينينا استقبال الناس للفيلم ايه, وده بيحسسنا فعلا ان ربنا ما ضيعش مجهودنا هباء. يعني المره الاولى للشغل مع الفنان اسعاد يونس, لكن حاسين ان في بينكم كيمياء من زمان كان جدا جدا. انا اشتغلنا مع بعض كممثلين, انا اشتغلت معاه كانت هي ضيفه شرف في الفيلم من اجل زيكو, عملنا مشهد واحد مع بعض, انما هنا احنا جميع المشاهد تقريبا مع بعض. لا الشغل مع اسعاد يونس متعه تانية خالص. بالظبط, عشان كده يعني اتمنى ده شرف ليا طبعا طبعا. حضرتك في كل فيلم بتحس فيه تغيير في الكوميديا, بتعمل الموضوع ازاي وبتحضر؟ لا والله ولا احضر ايه, انا الورق هو اللي بيحكمني, الورق والموضوع هو اللي بيخليني ده بيطلع من جوايا. انا ما ببقاش عارف هقول ايه وهعمل ايه وازاي وليه, الشخصيه هي اللي بتحكمني مع مخرج فاهم كويس قوي, دماغه مع دماغي بقى بتطلع النتيجه. انما لا ببقى قصد اضحك, لا انا لما بقول مش قصد اقول افيه على فكره, انا بقول اللي مكتوب او اللي الموقف بيقوله. طلع كوميدي طلع تراجيدي زي ما يكون. اخيرا رمضان وعديت كم قلم خدته ولا لا؟ ممكن الناس تعدد على فكره. اخيرا رمضان قرب ورامز جلال بيستعد للمقالب, وحضرتك من نجوم البارزين السنه دي. لا انا عملت مره واحده. تهرب من مقالب رامز جلال ازاي؟ لا ده شرير, ده واد مصيبه سودة. ربنا يستر حبيبي. صوره استاذ عشان الناس بره.